انت مالك قفشه كده ليه يا حبيبتي؟ فين؟ لا عادي عادي. لا مش عادي. مش هتاكلي؟ لا مش عايزه اكل. لا ما تاكلي تاكلي، انت ما فطرتيش يا حبيبتي. لا لا كولي، تعالي تعالي. لا خلاص بقى بطل غلاسه. بقول لك انا برضو اللي غلس في صوتك شويه عشان خاطري. خلاص عشان خاطرك؟ عشان خاطرك؟ ايوه عشان خاطري. لا انت فاهماني كويس. خلاص بقى قلت لك عشان خاطر. ماشي عشان خاطرك بس ما نشوف. ماشي الحاج بص مين هناك. جلال واميره. ايه ده بجد؟ جلال ايه ده؟ اميره انتوا هنا في وسط الاوتيل معانا؟ ده ايه الصدفه دي؟ انتوا بتقضوا الهانيمون هنا؟ اه. طب كنت قلت كنا عملنا باكج وجينا، ويعني كان هيبقى في توفير جامد جدا. عادي اصحابنا ولازم نخاف عليهم، ايه المشكله يعني؟ طب ما تجيبوا اكلكم وناكل كلنا مع بعض. نجيب اكل ايه بقى؟ ده اميره جايبه اكل الاوتيل كله. ايه الاكل ده كله يا اميره؟ لجلال. لجلال؟ دويني كده. ده انت كرشك هيبقى قد كده. يلا بينا. يلا 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 يلا. يلا يلا تعالى احمي بطنك. أميرة هو أنت جايبة الأكل ده كله ليه؟ أنت هتاكلي كل الأكل ده؟ لا جايبه لك أنت. قلت يمكن تعوزه. أعوزه؟ لا لو عوزت أقوم أجيب بنفسي. طيب خلاص. كل، ما كانش قصدي. إيه اللي ما كانش قصدك؟ منظري كان وحش قوي وأنت جايبة الأكل ده كله، كأنك أول مرة تاكلي. والله أنا شفتك عمال تحط عينات، قلت أجيب حبة كتير يمكن تشبع، أنا غلطانة يعني. ما تعمليش كده تاني. ممكن؟ وما تاكليش بإيدك، ما تاكليش بإيدك. خدي. ما تسدش نفسي بقى. احنا جايين لكم على طول. ها؟ اه ماشي. بقول لك ايه بقى، انا عايزك في البيت تعملي لي كده بشاميل وبانيه وحاجات كده، بتعرفي ولا لا؟ بصراحه هو انا ما بعرفش، بس انا هتعلم كل حاجه عشانك. دينا بصي انا بحب، شفت رؤى في الفيلم؟ ايوه. انا بحب رؤى، فانا عايز رؤى بقى اكل وشرب ودلع وحاجات كده. عليا. ماشي شكل الدنيا هتظبط باذن الله. تعالي بس نشوف. اتاخرنا عليكم؟ لا تمام. انت عارف يا جلجل احنا مبسوطين قوي ان شفناك انت واميره هنا عشان نتسلى ونبقى جروب، صح يا دينا؟ ايوه طبعا. انتوا قاعدين هنا قد ايه بقى؟ لا مش كتير. ايه ده ليه؟ طب انت ليه ما قلتش ان احنا جايين، ان انتوا جايين؟ يعني احنا جايين وانتوا جايين، ان احنا هنبقى اربعه. على فكره في اوفرات كتير جدا للاربعه بقى اتنين. ايوه ما اصحابنا لازم نقول لهم عشان يوفروا، ايه المشكله يعني؟ طيب سكت سكت. هو الموضوع جه على غفله يعني، هي اميره اصرت ان احنا نيجي ففجاه جينا يعني كده عادي. ولا ايه يا حبيبتي؟ ايه؟ ايه؟ انا اصريت ان احنا نيجي علشان هو ما رضاش يعمل فرح، فانا اصريت. واضح واضح ان اميره ايه اللي طب بقول لكم ايه صحيح؟ ايه رايكم بقى؟ بعد ما نخلص اكل نخرج بقى نتغير جو شويه ونعمل شوبينج ونشتري حاجات عشان بس نغير جو، ايه رايكم؟ يلا. ايه؟ لا معلش مش هقدر عشان انا بس عايزه انام شويه. تنامي ايه؟ انا ما اقدرش اقول اي حاجه غير لما جلال يوافق. لا ده واضح بقى جلجل ان انت مسيطر ودبح القطه من اول يوم. ماشي ايه رايك يا حبيبتي نخرج انا وانتي؟ ولا نسال جلال الاول؟ بقى بنهرج يعني مش مش كل 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 انا شبعت. ممكن اخرج واحد ورا انا عندي كمان. ما بتكسفنيش قدام أميرة وجلال، عيب بقى. عادي عادي خدي راحتك خدي راحتك، مش حاجة مش حاجة، مفيش حاجة جلجل في ايه، مراتك وجعانة شوية مش حاجة. كل بقى حبيبتي عشان نروح نعمل شوبينج على طول. رؤى رؤى